بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وكتاب كيني ألفية السيودي رحمه الله في مصطلح الحديث، وحضر الشيخ: واحذر من اللحن أو التصحيف خوفا من التبديل والتحريف، فالنحو واللغات حق من طلب، وخذ من الأفواه لا من الكتب. وحضر الشيخ رحمه الله وحضر الشيخ رحمه الله وحنكت احضرني بابك أها صفة رواية الحديث. حديث كمركة رواية دي ساعات مارتي ورينيس أيام كل أحد رني وحيالها مركز لقى دكتورة وحاكم ذا ولا هاي. واحذر من اللحن، لحن كدكتورة أو التصحيف، تصحيف وحل يراهذو خوفا عبسي أو من التبديل، إن حديثك الرسول كأد بدشيد إيه والتحريف قدين وأسكم يدواي. لحن كمركز وحلو قد جيدا ووحي خلط كإعرابتك صعب سنة فاعلك إن أدمارت منصوب كالكتيد، أما مفعولك أدمرفوع كالكتيد، أما مجرورك أدمنصوب كالكتيد، أما فعلك مضارعها منصوب كها إن أدمرفوع كالكتيد، أما كي مجزومك منصوب أد كالكتيد. وحيالها أيالو قد جيدا لحلو تحريف كان وحي وحوي كلمة قصوشة ذكو صعبسن مارتي صرفك كصعبسن، أما أسماء اللبض وذ ما أنت ما أركيسا كصعبسن، أما حرف حرف الجب بدلو ماشي زاي هذا الرأ الجب بدلو، أما مارتي دالك ذا الذال الجب بدلو، أما حادي جيم الجب بدلو تاسع مركا لغو ذا مركا وحوده إسكجرو إن هذا اللحن السيد، أما ما أنت ما أركيسا تصحيف وحلي راه هذا اسمي ديدو كلمه دي اد بدشيد كلمه دي اسوشي دي ميل قدنيت ان اد كر دكتيد ميل هوس دكتيد ان اد كر دكتيد وحياله هاس اما حرف اد حرف كو بدشيد تصحيف كو وحا كو سابسن كلمه دي اسوشي دي ان مارتي اللي بدلو لحن قلو حوي ووحي اعرابت ينحو دي كو سابسنو إعرابتي يا نحو ذو وحي قلت كوى أيام ركلو جيدا. واحذر من اللحن أو التصحيف خوفا من التبديل والتحريف، فالنحو واللغات حق من ظلم، وخذ من الأفواه لا من الكتب. فالنحو نحو ذو سئاد ودك توناتي مارتي تصحيفك يا لحنك وحوي سيدا صاصع توائنات تميسيدو فالنحو النحو دي واللغات اللغات كي حق من طلب قفك حديثك طلب يضال والعلم معنى وشي حق وواجب كأهوي إنه نحو دي أو برتو نك لديه جري أسمعي وحوليه جري إن أخوف ما أخاف على طالب العلم قفك طالب العلم وحب سنة وحاق بضل إذا لم يعرف النحو نحو ذا دو صقا دو سن قرنين إيه مركا حديث كي أوري أن يدخل إلى ودحقلو في جملة قوله صلى الله عليه وسلم نبي قول كيس إن قول كيس إنه صقلو من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار قفكي وبان أبورته يا مارتي حكد يرصدو معناها بوسكي سنارته قد يرسل إلا نحمد هذا القرآن الحديث كينا آد برانيسو النبي قوحة وسرعهن أياد لحسينيسا وحانا لعكرة السيدان آد وحو آخرين يسيدون لحنها معنيه مركا إنا بدشيد ومركا آد مانتم أركيسا كبير أبو برتيا لعكرة الشيخ اللي جي رحمد بن سلم وحو لي جي قفو وحو كيري إن لحنت في حديثي حديثك إذا أد مارتي لحن أدكو أخرسيد فقد كذبت علي بين أياد أبو رتور هاي فإني لا ألحن أني قمانتم أركيس لحن مشيغو
حماد بن سلمة إمام سقو محدث وينه هذا اللغة إمام وكوها وحاد علي سي ويه انتو ويمد أيو حديث ويدي حديث شهر حتى عن أبي في رجل رعف أوله قف أسقو سلاة كجر هدوك رعف أوله أو قرر مركا فعل عمله كدقي مركاسو آدو حنانتو وقال وحوده أخضأت إنما هو رعف وبفتح العين وفعل وإما هني فعل ما سيب ويه انتو أردي أو شيء قسي خليل أو أشياء وحي رمانت أنك حماد بن سلامة أصو يقال كلمة ساد انتم ويدي أيو ما انتم أركي سائي ويرري وحول الرعفة ما هني ورعفة واي مركاسو حوده خليل هدي أصغر وإمام سيب ويه شيخي سيواي وحير رنو شيغو دهي يا ورعف واي اديغه وحو دهي اديغه سار اول حناي ما حماد بن سلام هرتك تو دهي عيبا ما انت ما اركيسا كو دحداي ارنت سيب ويه وحي كو بخصي انو لوقدي او دلبو او انتو بخه عربتي يا عربتي يا نحودي يا لوقدي انتو دلبو إنه بهذا اللغة العربية النحو ذي إمام وكل نقضه سيب ويه والبيت كل أقوم ما هو إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام ابن هشام أيام مسألة وحسود اللي شلي مسألة سيب ويه إنه كتجي أو عرب أو كسو جوري مركز وحول هذا سيب ويه هذا عرب أو كسو جوري وحاكر ما بيقول شاعر ويه إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام حذام هدي أي ورتي راهضو هلور ما يقول له هذا الكو هذا الك حذامي حذام بدون وحي هاد وحي درنتي إنه حل أو صاص عضو مركب قوم كودي أي ودكتي أو تروال إنا عضل زي كل أعمال درت نبت قيلين يوحيالا شرقا يوحيالا يدرنت قال ذي مرق حيكوت الوريادة حلبة إذا كسا صعده ما يش ما أنت ما أرك إساق كعة أي كوتري مرق إساس أي كوتري أي سلكتان وحيد ورور كأنا غلط هذا عدي أنت وحل يمت أي لقاها كجفي مركاس على قش اللاي أولير ورجوا ده ورك إذا محام مقلويني نينا مرك بيت كتري وحويري إذا قالت حذام بحذام هدي هذا التراضه فصدقوها أرمي فإن القول ما قالت حذامي هذا القول حذام تراضو قف بين شيء ما هنو وحق إسالة ذالسو إيا وحق إمارة تلمان توي دعون مركز وحود الإسلي دي سيب وي هذا الهدئو يراضو اللو قد أسوق قوري وركي سمعنا ورصة عنا يوان هير كاسو مركة إمام لماذا اللو قد أمركة دنبه أو كقاري ومركة وحويري واحذر من اللحن او التصحيف خوفا من التبديل والتحريف فالنحو واللغات حق من ظلم وخذ من الافواه لا من الكتب واحذر كدكتونا من اللحن لحن كدكتونا ومعنى الوقت نحو ذا صفه الابر او التصحيف تصحيف كلحن روحانا الحكي ماذا نحو ذا اقوننا ماشي مرفوع أحد المنصوب كل جديد ماشي مجرور كأحد المرفوع كل جديد وحسقوق قصدي وكي ماذا تصحيف كل وحوكي ماذا أسماء ذي كلمة أصوشة سأد قصده سيد هذا مثال كي أنصامرني مقرة مثلا حزام أو كلا حرام أو آخر سيد أو كلا أما حي حيان أو كلا أد مارتي خباب أد أخر سيد أو حروفتي أد كلا بدشيد تاسو تصحيف كي ماذا ما حاوقة تقدر خوفا من التبديل إلى البدشيد أو التحريف أما كلمة ذي اللقبة هي البدلي كرتا فعلك أما اسمك أما سنتك مقعي أي البدلي كرتا هلو مركا وحيبا وحكا لكو صاب حيا سيلا سيقا إلى ألنيا لحن إيا تصحيفك لما شيء ولا شيء يا اللي كره نحو ذا يا اللغه ان البرتيد يو حديثك مركا برنيس يا رجاشه علماء افكو ذا ان قادتيدو علماء اد كسحتيدو علماء واي غوري
بخاري أو دان شي قالوا أخر جري مركاسة كلمات كسل صحيح جري أبو داود كتب الرجاشة وحق دان رقم عيال كودو لوقضة وحق دان علوم ماذا لو أخر جري ولا صحيح جري فالنحو نحو ذي واللغات لغاتك لوقضة دي وحوي فعل كهذا الرعفة يرى من رعفة مسوى رعفة ومركو سي وي رعفة وأخري حماد بن سلمة وأكو هو روح الرعفة ماني ورعفة وكل واي ولا سوما مركو اللغاتك وأساس وكل حق حق وحق من طلب قفك علمك طلب يا حق يواجب كتاي لوقضة إسكهوبي وحاكرون سيقع لي كرتا وامد كله وخذ من الافواه علمك علوم افكارك قاضو هدي حديثك متن جيس اي تهي اعرابته هدي اي تهي في افعاشه هدي اي تهي وحاسو در علوم افكارك قاضو لا من الكتب كتب تقول اسك قال عن الحدود ولقى شك اخر سنه يا وحات البخاري اسك اخر سنه هذا ضد كي ورنا واخرنا مع الفجاشي دي لحن ما تفكر نقناي وحين لم تاي قفك أصور معلم القرآن كقول هاي هذا مسحف كان أنت كبرت أنا معلم كسر نقنا قفك أصير تو خلط وخرنا يا سادرت علوم ذي وحيد لي جرين وحيد لي جرين لقى مبرت القرآن كمد مسحفية مد أو ما أنت أركيسا مسحف قرآن كبرتي هي مد صحفية هذا وحى أركيسا دتك عن قرآن كمعلم سفة عن أغبر حقا وحير مركي دوكسي انت قلن ايوه القرآن كي اسكو سحانا اسكو اللقي اسكو اللي وحاسا لغو مشغول سنة مركي دنبو سوين هذا إلهي سوهنو لي قرآن كي ما اسكو برنايا المسحف كو اسكو سوء قادلة شو معادا مركي قرآن كا اخرين وحا اركيسا وحا لحني كبو حقفك كاس لحني واخرنا كاس لحني وايان ضبين كسو ماشا على قرآن كا دتكو اي قراءات كي اخريان لكن قرآنك إلا إسكا صحوهاي كتبتنا وإلا إسكا صحيح وأن كتابنا إسكا آخر سنة يا مارتي علماء إنا كدقي ستيد إنا كو آخر ستيد كلمة دي كو إشكال قش إنا ويدي ستيد تاسو أكالوهاي فالنحو واللغة حق من طلب وخذ من الأفواه لا من الكتب فالنحو نحو ذي واللغات اللغة دي حق من طلب قفك طالب العلم حق كتايو وخذ من الافواه افواه علوم ذا كقاضو لا من الكتب وكتبتها كقاضن يا علوم ذا كبولو في خطا ولحن اصل يروى على الصواب معربا في الاقوى ثالثها تركك اليه ما ولا تمح من الاصل على من تخلى بل ابقيه مضببا وبيني صوابه في هامش ثم اني تقرأه قدم مصلحا في الأولى والأخذ من متن سواه أولى هل كان حلق هذا لها كتابك حديثك عاد ساقرتي عدي عاد لحني عاد ما أنتم أركيساك أركتو في خطأ خطأ إيا ولحن لحن خطأ وحوي وكلمة دي ما أركي سيقال هذا الله قري مال خا هذا حق لك دقي ساسو كان خذوا واكاس لحن الوحي نحو ذاك صاب سنه مال مرفوع عاد منصوب عاد كدكتي يروى على الصواب سيده صوابتا يا لو ورينيا كتاب كان اي واحد كو اركتي لا خطا او كو قرن كتابك الشيخ كسو قرتي سوما اياد اركت مركب مركي عاد ورينيسي سيدا صوابتا اياد كو ورينيسا مغرت اما هدي خد اسي نحو اويا اما لحن اويا يروى وحال ورني على الصوابي معربا اديكو مانت اعراب يو معنا سيدا صحبه وعبدينيه وقواعد عربي كتوسينيه في الاقوى في القول الاقوى قولك حوق بدل معنا ومحي كتاب كاغي اد شيخ اد كورسي اصل كاغي شيخ اد كو حد كو ارتي كلمه مارتي لحن او كتال اما خد او كتال لحن و وخي نحو كو سابسن خد او نو وخي كلو تصحيف يو كو سابسن و وقت وحن اني قلد ايهين
markaad ardagaagu u warinaysid sida sawaabtaha ku warinaysa laakiin kitaabkii kama tirtiraysid laakiin markaad warinaysid sida sawaabtaha ku warinaysa adigoo icraabayo icraabta saxa icraabaya hadday mansuub ahayd mansuub ka dhig hadday marfuuc ahayd marfuuc ka dhig adigoo maanta caddaynay fil aqwa fil qowl aqwa qowlka xoogga badan hadhowna waa tilmaamaysaa waxaad leedahay saana sida saxda ah laakiin kitaabkii saasaa ku taalay waana khada ayaad leedahay laakiin marka ardag uu warinay sida sawaabka ayaad ku qowlaysaa oo horumarinaysaa waxaad leedahay sidaana saxa laakiin kitaabka saasaa ku taalay sida kitaabkana waa khada qolaa waxay leeyihiin yaa may sida qaladka ah horumarinaysa sida qaladka ah sheegaysa sida qaladka markaa sheegta ayaa leedahay sida saxda laakiin waa sidaas ee sida kitaabka ku taalo qaladka ayaad maaragtay ku warinaysaa hadhowbaa tacliiqinaysaa ood leedahay sida saxda waa taas wey thaalithuhaa qowlka saddexaad labadaas qowloo labada qowloo isku soo horjeeda waaye tarku kaleeyimaa labadaba ka tag oo waa maxay sida saxdaana ka tago dee kitaabka ay kuguma taalo riwaayadaad kuma caddo soo maha midda qaladkaana dee waaba qalad labadaba ka tago xadiidkaa iska dhaaf hadalkaas alciz ibna cabdisalaama laga sheego wuxuu dhihi jiray haddaan khada wariyana dee riwaayadii sheekhaygii kama aana maqlin macnaa haddaan saxda wariyana sheekhaygii kama maqlin khad aan haddaan wariyana dee nabigu laxni ma sheegi jirin saa darteed maba warinaayo meelaa looga tegaya laakiin qowlkaas waa qowl daciifa waayo laakiin markaas waa markaad akhrinaysood warinaysid waayo marka la akhrino la warinaayo waa laakiin kitaabkii ay ku taalay maxaa la samaynayaa walaa tamxu hana ka tirin min alasli aska calaa man tukhilaa sida la doortayo bal abqihi baaqiyeel oo kitaabka sidii qaladkaed ugu taalo mudababan korka calaamu tadbiibo saad adigoo korro ka saaray oo macnaha waxa weeye calaamatu tamriidna waa la yidhaaho macnaha meeshaan bushiyaa ku jira waayo wabayin sawaabahu sawaabtiisana cadday fii haamishin haamishka ku cadday intaad laad ama saad afka afkiisa uu saa u fidsan yahay ku kor dhigtid waxaad tidhaahdaa haakada fil nuskha dheh fil asli wa sawaabu kada haamishka marka ku qor calaam tadliibkaana maxay ku tusinaysaa meeshaan bushiyaa ku jira waa meeshaan ma fayoobe waa la bushiyo bushi ayaa ku jira uma in taqra'ahu haddaad akhrisido markaad akhrinaysid laakiin qadim hormari muslaxan midka la hagaajiyey midka saxda ah oo hagaagsan ka hormariyo akhri fil owlaa sida owlada walakhdu in laga qaato midka saxda min matnin siwaahu matni kale oo xadiid kale ku soo arooray ayaa owlaa owlaysa marka halkan waxaa waaye kitaabkii laxni haddii uu ku yaalo mar waa qoraalkii la qorayo marna waa qiraa'adii iyo riwaayadii la warinayo marka la warinayo sida saxdaha la sheegayo sida saxda markaa sheegtaa waxaad leedahay laakiin kitaabka saas oo qalad ayaa ku taalay amaa qoritaanka kelimadan ma tirtiraysid sababtoo waxaa dhici karta adiga hadda inay qalad ay kula noqoto laakiin bacdayn ay caddaato inay sawaab tahay soo maa haddii goraana waxaa dhici karta qof walba haddii wuxuu qalad uu u maleeyo oo tirtiro hadho waxaa dhici karta wax walboo saxa intuu qalad kan u maleeyo oo bedelo kaas kale wax kaloo saxa qalad u maleeyo oo bedelo kitaabka dhamma haddii uu isbedelaya laakiin middii hadda qaladkaad u aragtay haddii calaamo lagu dhigo hoosta haamish lagu qoro hadhow adiga laftaadii mise qof kale meeshii hadda ishkaalka ugu jiro uu dhahaya meeshaani waa qalad hadhow inay u soo baxdo inay marka ay sax taho wej saxa markaas ay noqoto markaas hadhow marka calaam tadbiibka hadhow laga saarayaa waxaa la leeyahay meeshaan marka sax waaye ayaa maaragtay la dhahaya laakiin marka la akhrinaayo sida sawaabka ee taad u akhrinaysa laakiin waa baraarujinaysaa waxaad leedahay sidaasaa sawaaba kitaabka saasaa ku taalay amaa kitaabka ma la tiraayo waa loo daynayaa
بس هامش كان محل قرية سيدة سوارقة هدي عاد آخر نيسانا سيدة الصحراء أمبا آخر نيسو سيدة سوارقة إن هذه الروايات كلا أما حديث كلا عاد كسو قادتين أيا في عنام بدن إلا مركز حديث كلا كسو قادت أما الروايات كلا مركز مطمئن أيو قلبي قاقو أيو يهي أما هدي اللي يراد هلا تيرو يا هدي اللي يراد سيدة قلتك هلا آخر يو هذا وحين نقول جمود على لفظ يعني نقول أوه وحين قالت كي لو جيدو ما قالت إن ما رتي لا أخريو تحسين وقالت هل ترى هدي اللي يرادنا وحد يعكر تهدو مرضم بإن صواب حد الصدر إن صواب هيك قفل بنا وحال وحي شكك قال هدي أو انت صح صح أو ترى صو أركو أو لقو هدو كتاب كده هدو أسبدل يا مركب في خضاين واللحن أصل يروى على الصواب معرب في الأقوى ثالثها تركوك إليهما ولا تمحو من الأصل على من تقلا بل أبقيه مضببا وبيني صوابه في هامش ثم إني تقرأه قدم مصلحا في الأولى والأخذ من متن سواه أولى في خضائن خضائي واللحن أصل قال لحن يخذ كتل يروى على صواب صواب كالغورنية معربا أذيقوا عديني وسيدة السحرة وعرابي سيدة السحرة أنا عديني في الأقوى في القول الأقوى قولك حوق بذن قولك الوحولي سيدة قالت كاو كتاب كتل لقلوا ثالث قولك سعاتك كليه ما لبض وسعاتك هبا ورنبا ومعنى وامحي مدى السحرة أنا دي الرواية مليد بدأ قالت كان النبي قوم بين أمرك النبي قال المشي الدين كتك لكن لو ذا سقول بواضعيف كي هو صح لكن مركي قرآن قطوة ولا تمح من الأصل هكتر على من تخلى سيدة لدورتي بل أبقي سيدي سؤدا مضببا أيضا على من تمريض أوسات أفكي سوف تسيني هدم بالله كرك لك ساري عدين أيضا ماشر إنه بوش وكجيرو وحاشيدنا مركز كوفة سرية وبين صوابه وصوابتي سنة عدي فيها مش انكو عدي ثم إن تقرأه مركة آخر سنة قد مهرمر مصلحا مثل الإصلاحية في الأولى في القول الأولى وفسد أولها مركة مركة قراءة صح ذا آخر نسيد والأخذ من متن سواه أولى متن كلا حديث كلا أما الروايات كلا إن أتكسو قادة تدلفت عن كسو أروري سي الله صلى الله عليه وسلم يقول أياها بوان وايمر وحوير الشيخ وإن يكو الساقد لا يغير كبن وحرف زيد ولا تحسري كذاك ما غير حيث يعلم إتيانه إتيانه ممن على وألزمه يعني وما يدرس في الكتاب من غيره يلحق في الصواب كما إذا يشك واستثبت من معتمد وفيه ما ندب الأمين وإن يكون ساقط هديئه وحا كتابك كان لا يغير وحا دورين من قبل وحرف حرف كلية واو يألف أو كلية زيد كدر وحبب مارتي إن الحاشده هالشدون باهده ولا تعسر لمن حسلين آيه كذاك ما غير وحي ما أنت معناه بدلاي لكن حيث يعلم إتيانه مركز الأوجيه إن للي ما ذو ماشي وكجره إتيانه إما شيس من منحلة شيخ هاك عدي كوه الرئيسيين وكيم ذو الأوجيه وألزموا يعني تنوام حي مثلا أبو داود حديث أولنا سنة كيس أصل حجاج عن جريج أيوه مركز حقر حجاج عن جريج ابن جيو كتب وأسكو أجيها جريج كوحلاق ورنا ابن جريج إنه يه جريج إنه سرعين مركز ابن قال ماشي مركز حسين وقال له جم وقته كتر وايد أصل كهالشي الشيء وحبي حاشين أكو قرط الله وباهنا ثم أما ألف أما واو كلمة يرأيها كم مقال
مركا وحوي حاشينا فقرة الله مباني أصل كأيد هل الشيء نيسا مركا وحالا ماذا إلا وح ما بدلا يا وحام حد نن أكلها ننها مقرت مركا وحو بدلا ما أنت معركة ساملا مركا وحال حدين لكن وحن وح معنيه بدلا يوال لكن وحيك سقناتي شيخ هذا الرواية ديس كما طول كما طالة شيخ هذا شيخ يسي كطالة وهذا كان أوكي على حديثك ما دام الشيخ هذا كان عشان الشيخ هذا شيخ يسي أصول شكور يسي كطالة وكدر يسا لكن يعني أيات كدر يسا حديث أجرة أو ورنا يا خطيب البغداد سنة كيسا أيو ما أنتم أركيسا أيو كورنا يا مرك مركب محاضر علي ابن مهدي عن عمرة قالت كان رسول يدني إلي رأسه عمرة بنت عبد الرحمن من أسعد بن زرار هو مركب سنة كي مركب وري أي وحيت قالت كان رسول يدني إلي رأسه ماذا حسوا إلا الذي جرى لك الجرى يا عمرة تابع يد هاي نبي قال ما يسوق قال مدك الزوجة نبي قال ما يسنا هاي محرم كي سنة ما يسنا هاي سو نبي قبور على عيني لكن الحديث كان وحي كان أحسنته هاي خطيب شيخ يسي ابن مهدي أها لكن شيخ يسي شيخ يسي محامل يرقي كسيس الرئي محاكوتها عن عمرة عن عائشة وعائشة إني تلقف كم نبي قام لا يسول لا لا يجري أسوى اعتكاف سنة نقف جري عن عائشة الصحوة النبي قام يسول قارته وزوجته وكان قكرتها مدح يسوي تابا قرتها سبتها وحاسك يسيوها خطيب مركة مركة وحديثك أولنا شيخ يسي ابن مهدي وكان أحسنا لكن شيخ الشيخ يسي يوحي إلى عائشة لقد قارها يا عمره وحاكوتا لي عن عمرة عن عائشة مركي أو سلتكي أو سوذي ويرى عن عمرة ويرى يعني عن عائشة أو كدر إلا عائشة ماشي كدرتين موقت معني وبدل يا ديك وحين قال هيد عمرة إن النبي قال لبا عشر تأيدو إيه كلاق إيه كلاق ذي ماذا حيس إيه كا كا جسي تاسنا مل عنا عمرة وحي كورني عائشة كورني تاسو كلوان وإن يك ساقط لا يغير كبن وحرف زد ولا تحسر ولا تحسر كذاك ما غير حيث يعلم إتيانه ممن على وألزم يعني وما يدرس في الكتاب من غيره يلحق في الصواب كذا إذا يشك واستثبت من معتمد وفيه ما ندب أبين وإن يكن ساقط لا يغير هدوس الدورين من معنيه كبن أوكل ماشي دريج هذا ابن دريج الأوغية دريج ولا غوري مثل ابن دريج واي ويو حرف 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 أمبا واو ألف يومبا زياد زد زياد هذه اللغة إنه كان عسين ولا تعسر رمان وعسلين كذاك وحالا ماذا ما غير والهلشين يا وحي بدلا معنا حيث يعلم هذه اللغة إتيانه إنه من على شيخ سعيد كوري إنه حديث كان كين دي اللغة وألزموا يعني أي لازمين مركز وقال إلا مثلا الحديث كان مركي أوري عن عمرة كان رسول إلي رأسه مع عمرة معقول ما النبي مسؤول قال زوجي سلم ماهي يا حديث كور ليس عائشة شيخ يسي بن مهدي أم بي عائشة كان حسنت شيخ الشيخ يسي إلى لقاره عمرة عن عائشة تاكو قرنه مركز وحكود على بركة يعني عن عائشة اللي قجي دوان وما يدرس في الكتاب من غيره يلحق في الصواب كذا إذا يشك واثبت بالمعتمد في المذهب وما يدرس
وحي بابا في الكتاب كتابك كتابك قياد قرتي ميرا انت قيدي اسكو دردريرتي اما ابورا يعني اما وي حقنتي حلو مرك كتاب كلا اد كفيرستو ميشو كوتال او كتابك لو صحي كلمه دي اد هشه ادي كا بابا اسنه وهل شي نسا مرك وما يدرس في الكتاب كتابك يحكى بابا يلحق وحلقه لشيء من غير كتاب كله او كتاسو الصحه اصل كل شيخ رغو صحيح اما اصل كل شيخ هو عفي الصواب يشد الصواب كا كذا وحال مده اذا يشك حد او شكي واستثبت او سوق او سكته من معتمد لو كرسون يعني مثلا شيخ هذا مركو حديثك او ويديناي حديثك مركو شيغاي كلمه كا قرسونتي كلمة مرك كاقر صنتي ما أعظم مقلين أرد عليه حد الشيخ ما إيش اسمحوا له ساي سانو له سيدوا صومر الحديث كي لك الصحابة ورينا هاي وحول النبي يتمن إمامة إمام دونت مركاسو كلمة وده صحابة وقروا أبي ما يسوع يروحوا كلهم من قريش إنيين النبي يتمن كإمام أبي سوك سكتي هذا هو أورنا يا مرك وفيه ما ندب أبي مركز سيد صناع عدي أو حاتر هذا شيء قاسى إيش أكي واستثبت من فلان هبل أي أنا ما أنت مغاركي ساك سكتي أو وحد عدي حديث إنه يزيد من هارون أو عاصم أو كوري عاصم رحمه مركي دنبو شعبو حديث كي شيغاه مقلي مركاسو سو حسوست مركو حلي حديث كي عاصم اي شيغي واستثبته من شعبه ايا ما انت اركيسا ايا اي سغولي اسغا ما انت اركيسا كسوقتي او كلي مركو يدي عدرت الى وقتي صحابه ماشي كاشكال قشه انو مارتي شيخي سو كسوقتو اما ماشي كاتر ترنتا أردقي كل أو حرت كلها شيخ وقصة حذي وكوري إلى أيضا مرك أتكس وقتيد وواحد جرواي مرك واي وما يدرس في الكتاب من غيره يلحق في الصواب كذا إلى ما يشك واثبت من معتمد وفيه ما ندب الأميد وما يدرس في الكتاب كتاب كي حكوب بابا او ترترما إيه اما ابارا عني اما والا ترترمي سومان اما خطي واسكود انتي واقرويس يلحق في الصواب من غيره كتاب كان او غير كيس ايا لقاها ليشين يا ماشا ترنتي وحكويا لكويا لان ايا لها ليشين يا كما اذا يشك مركوك الشكيه وتثبت او سجد البؤ من معتمد الوكل سونيا حديثه ومقلي ما راك امي من ارض الوكل سونيا حديث كما حوى الشيخ رسائل ساس واها فاكس وفيهما لبدوا ندبا امد سيسونا ابن عبد او حاتر هذا حدثنا فلان اي شيء واستثبت من فلان هبل على مرك يسوع ساس الله علم ذهرا لي جرين ومن عليه كلمة تشكل يروي على ما أوضح إذ يسألوه ومن تشكل عليه كلمات الكلمات قفك كإشكال قشو يروي ومرلي على ما أوضح علم ذهرا عدين إذ يسألوا مرك ويدي حديثك واورشي كلمة كا إسكال كشيد هذا الرعفة أو كله أوقف كا إسكال كشيء مرة رعفة مرة رعفة مسوى الرعف رسولكم ما لحن يدرينه دتك اللو قذا يقال ذو الدين سو أما الرواية أولها سيكو قعد يار بدشوا قيساه أو دتك هرم حيس مجر المحدثين توهري كلمة إسكال كشيء اللغويين تسمعي رجع سالو تقل حالي كلمة ذا صار مقلني مسانا مسواسان سيد سواب تاي وشي غيان مرك إلا لغة عربتي يقانين ومن عليه كلمات تشكلوا يروي على ما أوضحوا إذ يسألوا ومن عليه كلمات أي ومن تشكل عليه كلمات يروي على ما أوضحوا عربتي وعدين كورنيا
إذ يسألوا مركي علم الويديو أحمد بن حنبل وحلو جل مركي حديث الويديو نمك غريب كرجع أصحاب الغريب ك وغريب كام حي أحاديث أرادك نمك معاني ذي قال أو باربارا سو ويديو يودي تري سيدة مارت عبيد أبو عبيد القاسم المسلم أوكله ويروي على ما أوضحه سيء وحد يورني إذ يسألوا هدي مركو ويدي سيد الله وعد يورني هل كان سنجوك الله أعلم صلى الله عليه وسلم.